عارف نفسك؟ انا علي سليمان علي. حضرتك احنا لازم يبقى في انتخابات في اسرع وقت، لان احنا عاملين زي البلد اللي عامله، البلد عامله زي المركب وملهاش رئيس. احنا لازم الرئيس زي العقل اللي يفكر للبلد، لان هنقعد كل نخلي المجلس العسكري سنتين، هتبقى فيه اعتراضات وهتبقى فيه مشاكل وهتبقى فيه شهداء تاني. احنا مش عايزين، عايزين انتخابات واللي الناس تختاره هو اللي يكون، مش مهم مين اسمه ايه، المهم يكون رئيس يفكر بعقل ويفكر ان احنا ما يبقاش فيه ظلم، لان احنا دلوقتي كل واحد عايز يمسك التورته ياكل منها. حرام البلد، البلد بتضيع، ولازم لازم يبقى في انتخابات في اسرع وقت، لان البلد عماله تقع. انا قعدها سنتين تاني هتبقى في اعتراضات وتبقى مش عارف ايه، وده عايز ينهش وده عايز ينهش. مصر هي اللي بتموت، ما حدش شاف النهارده. يا علي شاف ايه اللي حصل في ميدان التحرير النهارده؟ والله الحوار اللي حصل ده ما يعجبش اي انسان، لان اللي حصل دوت في ناس داخله فيه ما تعرفش، بتوع الشاي والناس اللي معتصبه كله معترض ايه في حاجات كده، يعني مسائل المفروض يعني هي ما تتقالش. والله المعتصمين مش عايزين يلطخوا نفسهم، والناس بتوع الشاي داخلين عايزين ياكلوا عيش، واللي عايز يهلس يعني حضرتك. فاللي حصل دوت لازم، ما فيش اعتصامات لازم تبقى بكثره، ما ينفعش قله، لان القله ديت بتجيب بلطجيه وبتجيب كل حاجه. فلازم نشغل عقلنا ولازم يبقى في تنظيم، ما تبقاش هرجله. البلد مش ناقصه، مش ناقصه ان كل واحد عايز يعمل فيها رئيس، وكل واحد لما عايز يتصور يقول لك ايه مش عارف فلان يشوفني وعلان يشوفني. مش هينفع، لازم الثوره يبقى فيها تنظيم. 25 يناير لما نجحت، نجحت بملحمه، ملحمه شعب، مش ملحمه واحد ولا اتنين ولا تلاته، وملهاش حد. فلازم يا جماعه تبقى لها حد البلد ديت، لازم تبقى انتخابات باسرع وقت. شكرا 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 لله.